الأزمات الاقتصادية المتتالية جعلت من التحول الرقمي أمرا حتميا لتجنب أي أزمات جديدة وانهيارات قد تلحق بجميع القطاعات. أصبح من الضروري التوجه نحو ريادة الأعمال الرقمية والتي تتيح العديد من فرص العمل الجديدة واستثمار تلك الفرص المتاحة أمام الشباب والمرأة كمان للاستعداد للابتكار في هذا المجال وإدارة طبعا الأعمال بناء على التكنولوجيا. ما هي أبرز الفرص المتاحة؟ ماذا قدمت الريادة الرقمية للشباب والمرأة؟ سنناقش هذا الموضوع مع اختصاصية ريادة الأعمال الرقمية الدكتورة مشير عنيزات، لكن دعونا في البداية نستمع إلى آرائكم حول الريادة الرقمية ثم نعود. التواصل الاجتماعي بتأمن لهم دخل، وفي ناس اشتروا سيارات واشتروا وصاروا يعملوا إعلانات يعني صارت مصدر دخل لهم. إيش أكيد بتطلع للكل، لأن أنت بتقارن المشهور بحياته قبل السوشيال ميديا وبحياته بعد السوشيال ميديا. بعد قبل السوشيال ميديا بيكون بيته متواضع، بعد السوشيال ميديا بتغير مكان السكن، بتغير نوع السيارة أولاً، ثانياً كيف بيطلعوا مصدرهم الرزق عن طريق الإعلانات التجارية. وفي كمان مشاهير في السوشيال ميديا صارت يعني تبالغ في أرقام الإعلانات. طبعاً إيش أكيد في الإعلانات والأمور الثانية ومنتجات عرض منتجات شكلت دخل كبير لبعض الأفراد. في كثير مشاهير صار يجيهم مصدر دخل من وراء الاعلانات وانشهروا واستثمروها بالاعلانات والدعايات والشغلات هاي. اذا نرحب بي دكتوره مشير عنيزات اختصاصيه في مجال الرياده الرقميه والابتكار. اهلا وسهلا فيك دكتوره، مع انه يعني مبين عليك كثير اصغر ما شاء الله عليك. بس الفكره يعني من الجميل فعليا انه المراه وصلت لمرحله فعليا عندها هاي الخبره في مجال الرياده والرياده الرقميه بشكل اساسي. في كثير من الناس كنا عم نناقش انه لساتهم يغيب عنهم فكره ماذا تعني الرياده الرقميه وما هو الاختلاف بينها وبين التجاره الالكترونيه او حتى الرياده بشكل الطبيعي. سعد صباحك أستاذ إسراء. في البداية خلينا نتفق أنه العالم ما قبل كورونا مختلف تماما عن العالم ما بعد كورونا، وبالذات في قطاع التكنولوجيا. قطاع التكنولوجيا بناء على إحصائيات التي نشرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن ينمو 5 أضعاف القطاعات الأخرى بنسبة 11%. يعني أنت عم تحكي المعلومة حاليا لا تدوم أكثر من يوم واحد فقط، كل يوم هناك تحديث، كل شوي في عندك تجديد على المعلومة. لذلك هناك تسارع هائل في مجال التكنولوجيا، تطورات المتسارعة جدا، وهذا يتوجب أن نكون مواكبين لهذا التطور ومتابعين لكل جديد في مجال التكنولوجيا. أثناء جائحة كورونا، قبل جائحة كورونا كان مفهوم الريادة بمفهومها العادي التقليدية هي إنشاء أفكار ومشاريع قائمة في مؤسسات وموظفين وجهد ووقت، وقائمة على مجال أفكار لإنشاء خدمات ومنتجات وعمليات. ما بعد جائحة كورونا تغير العالم أجمع، الريادة التقليدية فقدت معناها، المشاريع القائمة لم يكن لها داعي. يعني أثناء جائحة كورونا ما في حدا كان قادر يستغل المشروع اللي أقامه، فلذلك أصبح من الضروري التوجه إلى نوع آخر من الريادة، وهو نوع فرعي من أنواع الريادة الرقمية، من أنواع الريادة التقليدية، وهو الريادة الرقمية، وهي الريادة القائمة على توفير خدمات ومنتجات وعمليات تضيف للمستهلك شيء جديد، ولكن عن طريق استخدام الوسائل والتطبيقات الذكية واستغلال التكنولوجيا الحديثة الموجودة حاليا في الفضاء الرقمي. طيب خلينا نحكي انه هل فعليا من الممكن ان تكون يعني الرياده او مشروع ريادي معين على ارض الواقع او ضمن قطاع معين، هل سيدخل موضوع الرياده الرقميه بمجرد ان ينتقل الى الفضاء الالكتروني حتى لو كانت نفس الافكار، ولا في افكار معينه تتناسب مع الرياده الرقميه؟ نعم، سؤال رائع جدا. في البدايه خليني بس انا يعني اشد يعني الموضوع او اشد اركز على موضوع انه 44% من سكان العالم مرتبطين بالانترنت، 88% من سكان العالم لديهم حساب او اقل على وسائل التواصل الاجتماعي، 34% من الاحصائيات تشير انه الفئه العمريه من 25 ل 34 هي أكثر فئة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك هناك ما يقارب مؤخرا بالنسبة للإحصاءات اللي ظهرت في عام 2019 تقول أنه أغلب الابتكارات القائمة على الريادة الرقمية في الفترة الأخيرة كانت قائمة على المجال التكنولوجي. جميل.
وهذا يقود انه الابتكار في المجال التكنولوجي والفضاء هي بيئه خصبه لتقبل. كيف ممكن نقنع الشباب انه هي فعليا بيئه خصبه؟ يعني خلينا نحكي شوي محليا عشان نقدر انه نبسط كمان الفكره لكثير من الشباب اللي عندهم افكار. كيف سيقيم انه هاي الفكره هي خلينا نقول ممكن ان تكون ناجحه رقميا؟ كيف من الممكن أن يبدأ في مشروع رقمي؟ وما هي الأدوات المطلوبة في هذا المجال؟ وكيف من الممكن أن تكون المرأة لها حظوظ أكبر أيضا في موضوع الريادة الرقمية؟ نعم أستاذ إسراء، حاليا إحنا في وزارة الريادة، في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في التقرير 2019 أظهر أنه مؤشر الابتكار العالمي الأردن ارتفع في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 39 إلى من المرتبة 79 إلى المرتبة 43، وهذا مؤشر رائع يدل أنه هناك في عنا بالأردن تقريبا أو الحمد لله الحمد 27 شركة ناشئة قائمة على الفضاء الرقمي والإلكتروني، صنفت من ضمن أفضل 100 شركة ومؤسسة ناشئة في الوطن العربي، من ضمنهم موقع سوق دوت كوم، موضوع برنامج كمان هناك طقس دوت كوم، من أكثر المؤسسات القائمة على الفضاء الرقمي. ولكن هناك مجموعة من الفرص، الذي لا يمتلك الأدوات الرقمية لن يستطيع بدرجة الأولى أن يبحث عنها، ولكن هناك مجموعة من المواقع التي إذا تم توجيه الشباب يكونوا قادرين على أنهم يعملوا بالفضاء الرقمي دون الحاجة للبحث عن وظيفة أو غيره. الفضاء الرقمي والريادة الرقمية توفر العديد من الفرص العمل الرقمية، أنت مش بحاجة أنك تدوري وتروحي تبحثي عن عمل، هناك ملايين الفرص الوظيفية الموجودة على مواقع العالمية والمحلية، فقط تقدمي خبراتك وأنت شو الإشي اللي بتملكي أو بتبدعي فيه وقادرة أنك أنت تشتغلي عليه وتقدمي أونلاين. وهذا كمان ساعد النساء أنه أثناء تواجدهم في المنازل ورح يوفر عليهم الوقت، رح يوفر عليهم العناء، رح يوفر عليهم الجهد، وهي جالسة في مكان أنها تقدر أنها تشتغل وتدخل على هذه المواقع. يكون في إلها دخل. نعم. طيب هلأ من الممكن، يمكن لأنه بما أننا بنحكي عن مواقع عالمية، من الممكن أنه نذكر مثلاً بعض المواقع، يعني نعم. مش رح نعتبرها دعاية. أكيد أكيد. لأمازون. بس الفكرة أنه يعني فعلياً في بعض المواقع فتحت فرص عمل لكثير من الأشخاص أنهم حتى يبلشوا مشاريع من يعني ميزانيات صغيرة جدا أو من أفكار. فبالتالي هل من الممكن أن نعطي أمثلة على فكرة بعض المشاريع؟ بصراحة يعني أستاذ إسراء خليني أنا أحكي عن موضوع أمازون. لله الحمد الأردن من الدول، أصبحت من الدول المسموح لها التجارة، دخلت من ضمن قائمة الدول المسموح لها التجارة على أمازون. وبالمناسبة في الوقت الحالي وفي آخر سنتين الإمارات والسعودية لهم ستور تابع لهم في دولهم لأمازون. لذلك تجارة أمازون حاليا من أفضل المشاريع اللي ممكن يدخل فيها الأردني أو الشخص العاطل عن عمل أو من لا يجد عمل، فقط من $100 فقط، ويحقق أرباح خرافية وإنت قاعد في البيت بتتاجر وبتستورد وبتودي على أسواق أمازون وبتبيع، وما في داعي للتسويق لأنه أمازون فيها 250 مليار مستخدم. فهي يعني حتى بأسواق مختلفة، يعني أنا ممكن أشتري من الهند وأبيع بأمريكا وأنا موجودة في الأردن. نعم. وغير هيك كمان أنت بتقدري تدخلي أي سوق في الدول الأوروبية تابعة لأمازون، السوق الأمريكي، الأسترالي، الكندي، السعودي، الإماراتي، بتقدر تبيعي فقط وأنت جالسة في الأردن. فقط عليك اختيار شيء يلبي حاجة الزبون أو هناك حاجة للزبون، واختيار المنتج بعناية. وإذا أنت تملكي $100 ل$500 في البداية، فأنت قادرة أنك بذكاء إذا كنت تملكي الأدوات الرقمية أنك. طيب بس هون رح نوقع بمطب آخر يمكن بالنسبة للدول أو حتى لبعض الأشخاص، اللي هي فكرة أحيانا الحاجة، المعرفة أيضا. نعم. مثلا من الممكن أنه نفوت بفكرة أنه يعني كيف من الممكن أن ندخل في صح. هذا المجال رقميا إذا كان في السوق المحلي. نعم. فبالتالي كل هذه التفاصيل مين أو مين ممكن يساعد الأشخاص أو يعطيهم بعض المعلومات؟ بالضبط. هلأ أستاذ إسراء، إحنا عادة لما بنيجي
بدنا دائما نبحث عن سوق أو نبحث عن عمل لازم ندرب أنفسنا، لازم نزيد اطلاعنا. أنا قلت لك في بداية حديثي أن المعلومة حاليا لا تدوم أكثر من يوم واحد، كل شوي في تحديث، كل شوي في ما يقارب إضافة على كل المعلومات المتواجدة، المعلومة لم تعد ثابتة. لذلك وجب على كل شخص يريد أن يطور من نفسه أن يبحث وأن يقوم بالاطلاع. وغير هيك أستاذة هبة، في أي مكان بدك مثلا في تجارة أمازون كل شيء متوفر على موقع أمازون، ما في داعي أنه أصلا تلجأ إلى حدا، كل البيانات والمعلومات وطريقة التواصل والبيع موجودة. طيب دكتورة مشيرة، أخيرا كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد وعلى التنمية والأرقام والبيانات الموجودة في كل بلد؟ إذا إحنا عم نحكي عن فضاء رقمي من ممكن أن يكون، كيف ممكن أن يكون الانعكاس إيجابي؟ مجرد أنه الشباب يؤمن بفكرة أن هناك عمل رقمي، مجرد أن الشباب يؤمن أنه ما في داعي للبحث عن وظيفة وأنه حياتك مرتبطة فقط أنك أنت تبحث عن وظيفة بعد التخرج وأنه إذا ما في وظيفة يعني انتهت العالم، لا، هناك وظائف أفضل بآلاف المرات عن طريق هذا الفضاء، عن طريق الفضاء الرقمي، وأسهل وأقل وقت وأقل جهد وأنت جالس في مكانك. غير هيك مجرد أنه الشباب يكون قادر على أنه هو يدخل في هذا المجال الرقمي وأسس شركات ناشئة ويدر دخل على نفسه، هذا رح يزيد العائد الاقتصادي بالأول بالأخير، الأرباح رح توصل على الحساب البنكي الخاص فيه بالأردن، فهذا رح يعمل يعني كمان زيادة في نمو الاقتصاد في هذا الموضوع. جميل دكتورة مشيرة يعني زاد اختصاصي في مجال الريادة الرقمية والابتكار، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. شكرا كل لك زو أستاذ.